همة قرصنا. منى القيعي تكشف تفاصيل أغنية إعلان شريهان. خايفة ومتوترة وفرحانة طايرة. من بداية شهر رمضان وبتتصدر شريهان الترند والعناوين الصحفية مع إطلالتها الأولى على الشاشة بعد أكثر من 19 سنة من الغياب بسبب الأزمات الصحية اللي مرت فيها. والظهور ده كان عن طريق إعلان خاص بشركة فودافون اللي قدمت خلاله استعراض مميز من جميع النواحي. فكرتنا بالفوازير اللي كانت بتقدمه في شهر رمضان. الكرة دي فيها ما فيها وما تقرصنا. والأغنية اللي أدتها شريهان من ألحان إيهاب عبد الواحد وكلمات منى القيعي اللي قدرت تسرد قصة حياة شريهان في العمل ده مع كل الصعوبات اللي مرت فيها، وده كان تحدي كبير ليها. أقول لك أول بمنتهى الأمانة، أول حاجة يعني فكرت فيها فيها يخفيها الشغلانة دي بتاعتي. حسيت إنه أنا الشغلانة دي لازم أكتب حاجة ولازم أقدم شغل. إيه خلاص يعني بعد يقولوا يقفل ورايا الباب على طول، يقولوا هو ده الكلام اللي احنا عايزين نعمله. انت عندك كام دقيقة لازم تحكي فيهم كم المشاعر دي كلها بقى، من فرح لكسرة لقومة تاني لفخر لاستعراض وبهجة، ده حاجة ومعك شريهين بقى. وعشان كده كان لازم تقدم الاحساس دي بطريقه مميزه ما بتقتصرش على الشعر والكلمات، وده حصل في الانترو اللي كتير ما لاحظش ايه اللي مستخبي وراها. فهو الانترو انت لما بتقراه من فوق لتحت بيبقى كلام سلبي، مع دخول شريهان وهي بتقول ان احنا اتكسرنا وعشنا وشفنا والدنيا جات علينا كتير و الى اخره، لحد ما بتقف قدام المرايه وبتقول ولا ثانيه حاربنا، والكوبي بتقلب بشكل مبهج. هي بقى نفس الكوبي دي لو نفس الكلام قريته تاني هو من تحت لفوق هو بالظبط، هيديك المعنى الايجابي اللي هي بتغنيه في الكوبليه التاني. وبعد ما عرضت كتاباتها على فريق العمل جه وقت تسمعها شريهان. احترها البيت وقابلتها ومش عايزه اقول لك، طبعا خايفه ومتوتره وفرحانه طايره، يعني ناس بجد مش عارفه اكون جمله على بعضها. اول ما شفتها بقى والله هي ليها، اي حد قابلها هيقول لك كده، ليها سحر معين بتخطفك يعني من بتتكلم، هي ما بتعملش حاجه بس هي بتتكلم. روح رهيبه، ست روحها صغيره وحلوه ومرحه ومتواضعه جدا، مدرستها مدرسه التشجيع. والجلسه دي ما كانتش بس للعمل، انما تشاركوا احاسيس كتيره. حكيت لي قد ايه ان هي الفتره فاتت كانت فتره فيها صعوبات كتير عدت بيها. لما تسمع الموضوع منها بقى وتشوف الست دي قد ايه قويه وقد ايه عدت حاجات، تبقى قاعد تقول انا لا يمكن اقوم الا وانا قايله على لسانك كل حاجه. وهي قالت لي كده فعلا، قالت لي انا نفسي من خلالك في 100 مليون كل سنه بيسالوا عليا انا فين، انت اللي هتساعديني اوصل لهم الاحساس. وبعد ما سمعت الكلمات اضافت شريهان لمستها عن طريق تغييرات بسيطه. مثلا هي كانت مثلا قلقانه من الدخول الحزين، لان هي كانت بتقول انا عمري في حياتي ما اتهزمت، فان انت داخله دخول كده لازم القلبة تبقى صريحه انه ما حصلش. انا مثلا هنا كنت قايله بالعكس، ما كنتش قايله ما حصلش، فهي حست لا لازم نقول كلمه مش بالعكس، نقول لا ما حصلش اصلا، انا عمري ما استسلمت للحياه وعمري ما حسيت ان الدنيا بتحاربني وعمري ما حسيت اني لوحدي. فتحنا القلب اللي طاير متشعبط في الحياه. وبعد ما اتعرض الاعلان اول مره ايه كان شعور منه؟ مش اول رد فعل ليا في اي حاجه خالص اني ببقى فرحانه، دايما افضل اول يوم مثلا مخضوضه مخطوفه. كنت خايفه اخش على السوشيال ميديا لحد بقى ما ابتديت خلاص، يعني مسجات ومكالمات، الناس فرحانه برجوع شريهان قبل اي حاجه، فرحانه ان هم شايفين شريهان. وهل اتواصلت مع شريهان بعد النجاح الكبير ده؟ بص انا بعت لها، ما حبيتش اكلمها عشان قلت اكيد الشرق الاوسط كله بيكلمها، فما حبيتش ابقى مزعجه يعني. فبعت لها مسج وقلت لها يعني متشكره ونورتينا، وهي قبلها اصلا كانت اول ما خلصوا تسجيل كانت بعتالي وبتقول لي اللي هو ان شاء الله هنتقابل قريب ونحتفل سوا. وعشان كده احنا طلبنا من منى توجه رساله لشريهان عن طريق اي تي بالعربي. هقول لها ايه بس؟ هقول لها بحبك وبجد متشكره على الثقه والفرصه والتشجيع الدائم، ويا رب يا رب نتعاون مع بعض مرتين وثلاثه وعشره.